بنرسمه على كاميرا تانية خالص. يعني انا خدت المومنت حولته لحمل، وخدت الكاميرا حولتها لكاميرا تانية. طب ليه يا باشمهندس الكلام ده؟ هقول لك. انت دلوقتي يهمك ايه في الكاميرا الوهميه التانية اللي هنسميها كونجكت بيم؟ يهمني ان الشير فيها يمثل السلوب، وان البندي مومنت ديجرام يمثل الديفليكشن. طب تمام، هو انت لو عندك في الحقيقه فيكسد سبورت، في الحقيقه فيكسد سبورت في الحقيقه، مش ده المفروض الديفليكشن والاسلوب عنده بزيرو؟ تمام، ما ينفعش ان انا بالطريقه بتاعتي اسيبه فيكسد زي ما هو. ليه؟ انا عايز احوله لنقطه، المومنت والشير عندهم يبقوا بزيرو، عشان المومنت هو الديفليكشن والشير هو السلوب. يبقى ما ينفعش ان انا لما اجي اتعامل بالمبدا الجديد اسيب الكاميرا زي ما هي، لا ده انا لازم احولها لكونديشنز ثانيه تتماشى مع مبدا ان المومنت هو الديفليكشن والشير هو السلوب. فايه النقطه اللي المومنت والشير عندها بزيرو؟ هي النقطه الطرفيه، فري اند، ما عندهاش اي حاجه. يبقى انا لما اجي اشتغل بطريقه الكونجكت بيم مطلوب مني حاجتين. اول حاجه ان انا ارسم البندنج مومنت دياجرام واحوله لحمل، وده هنقوله بعد 5 دقائق. تاني حاجه ان احول الكاميرا لكاميرا تانيه تتناسب مع المبدا الجديد اللي انا هشتغل بيه، ان الديفليكشن والشير، سوري، ان الشير والمومنت بيمثلوا الديفليكشن والسلوب. طيب نيجي بقى، لو انت اصلا بقى عندك في الكاميرا الحقيقيه، لو انت عندك في الكاميرا الحقيقيه نقطه حره، النقطه الحره ديت ده دي في الحقيقه عندها ديفليكشن وسلوب، يبقى لازم لو انا سبتها نقطه حره في الكونجكت ما ينفعش. ده النقطه الحره دي ما عندهاش مومنت ولا شير. ازاي ما عندهاش مومنت ولا شير وعايز يبقى عندها ديفليكشن وسلوب؟ يبقى لازم احولها لنقطه عندها مومنت وشير، يبقى احولها لفيكسد. يبقى لو في الحقيقه فيكسد تتحول في الكونجكت فري، لو في الحقيقه فري تتحول في الكونجكت فيكسد. طب لو في الحقيقه هنجد سبورت، طيب نبص الهنجد سبورت دي ايه الكونديشنز بتاعتها. نقطه عندها ديفليكشن بزيرو بس سلوب مش بيساوي زيرو، يعني في عندها سلوب. يبقى انا عايز نقطه عندها مومنت بزيرو وشير بقيمه، ما هي الهنجد سبورت نفسها، نقطه المومنت بتاعها بزيرو بس بيبقى عندها شير اللي هو رد الفعل الراس بتاعها. طيب لو عندي بقى هنجد سبورت بس مش طرفي، ما اصل هو لو طرفي بيديني مومنت بزيرو، انما لو في النص مش هينفع يفعل مومنت بزيرو. فلو هي في النص، انت سبورت هنجد سبورت في النص، يعني عايز اخلي عندها ديفليكشن بزيرو وسلوب، يعني عايز اخلي عندها مومنت بزيرو بس في نفس الوقت يبقى عندها شير. ايه نقطة في نص الكاميرا عندها مومنت بزيرو؟ انترميديت هينج. ودي عندها شير؟ اه بيطلع عندها شير. طب العكس بقى، لو انترميديت هينج نفس الكلام، هي الانترميديت هينج دي في الحقيقة، في الحقيقة عندها ديفليكشن بس عندها تشينج في السلوب. يعني ايه عندها تشينج في السلوب؟ يعني انا عايز احولها لنقطة عندها تشينج في الشير، الشير قبلها غير الشير بعدها، دي لازم يبقى عندها رياكشن. وفي نفس الوقت عايز احولها لنقطه عندها ديفليكشن، يعني نقطه عندها مومنت. يبقى ازاي يبقى نقطه عندها رياكشن وعندها مومنت؟ تبقى سبورت هنج سبورت في النص. يبقى تاني، لو عندي في الحقيقه فيكسد سبورت احوله في الكاميرا المتخيليه بتاعتي لفري، لو عندي في الحقيقه فري احوله لفيكسد، عندي في الحقيقه هنجد اسيبه زي ما هو، لو طرف لو في النص احوله لانترميديت هنج، ولو انترميديت هنج احولها لسبورت. تعالى نفهم ده بتفسير عملي. لو دي الكاميرا اللي انا مديها لك في الامتحان وبقول لك حلها بالكونجكت بيم، فحضرتك هتاخد المومنت تحوله لحمل، بس الحمل ده مش هترسمه على الكاميرا دي، ترسمه على الكاميرا دي، بمعنى ان ده فيكسد سبورت اتحول لفريم، ان ده انترميديت هنج اتحول لسبورت في النص، ان ده سبورت طرفي هنجت فضل زي ما هو. تعالى هنا، فري اتحول لفيكسد، سبورت بس في النص اتحول لانترميديت هنج، سبورت بس في النص اتحول لانترميديت هنج، فري اتحول لفيكسد. طب هنا فيكسد اتحول لفري، فري اتحول لفيكسد. طب هنا هنجت بس ده طرفي فضل زي ما هو، رولر، الرولر والهنج حاجه واحده برضه طرفي فضل زي ما هو.
الهنج لو طرفيه تفضل زي ما هي، لو في النص تتحول لانترميديت هنج والفري يتحول لفيكسد. يبقى تاني انا هديك ده بس وانت بتحل هتحسب على ده، عشان لما تيجي تقول لي النقطه دي عندها الديفليكشن بزيرو يعني النقطه دي عندها المومنت بزيرو، صح؟ يعني النقطه دي فعلا طرفيه المومنت عندها بزيرو. عشان تقول لي النقطه ديت السلوب عندها بزيرو يعني الشيل عندها بزيرو، صح؟ ما النقطه دي طرفيه معلش احمالها هتبقى بزيرو. طيب نيجي بقى لاخر حاجه اللي هو ازاي احسب احول البندنج مومنت ل الاستيك لود. تعالوا بقى ايه نسيبنا من الشرح دوت، تعالوا ناخد مساله حقيقيه ونشوف هنعمل فيها ايه. مسألة هي فيها تغير انيرشا، مسألة زي دي لو حضرتك بتحلها كنت هتقسمها من النص وتقسمها مسألتين زي الدرس اللي فات. لا انا عايز احلها بطريقة تانية اسهل. طيب هو عايز ديفليكشن وسلوب عند نقطة ايه؟ في النقطة دي اول خطوة احنا عندنا بص المسألة ثلاث خطوات. اول خطوة ارسم بين المومنت. طيب 10 في 3 ب 30، 10 في 6 ب 60. تاني خطوة تمام حول الكاميرا الكاميرا الكونجكت. طيب ده فيكسد بقى فري، دي مش انترميديت هينج، دي هتفضل زي ما هي، لا انترميديت هينج ولا سبورت ما جيش جنبها، دي فري اتحولت لفيكسد. طيب حول البندنج مومنت دياجرام لإلاستيك لود. طب ازاي بقى؟ شايفين البندنج مومنت دياجرام انا بقسمه لمساحات، طب على اي اساس قسمته لمساحات؟ يعني على اي اساس قسمت هنا؟ ليه ما خدتوش كله مساحه واحده؟ ليه خدت عند ال 30 دي؟ لان انت عندك فاريبل انرشيا. طيب ايه النقط اللي من ايوه بالظبط كده. طيب ايه النقط اللي احطها في اعتباري وانا بقسم المومنت لاجزاء؟ هتلاقيني جايبها لك في صفحه هنا ورا اهي. تغير الحمل، يعني ايه نقط تغير الحمل؟ يعني مكان الكونسنتريتد لودز تبدا تحسب المومنت وتقسم الاريات هنا. السبورتات والنقط المراد للحساب عندها السلوب والديفليكشن وتغير الانرجي. طب تغير الانرجي دي فهمناها، يعني ايه النقط المراد حساب عندها السلوب والديفليكشن؟ يعني شايف الكاميرا دي؟ دي كاميرا بنشرح عليها. الكاميرا دي التغير في الانرجي كان هنا، صح ولا لا؟ يبقى دي نقطة هتحسب عندها المومنت. دي النقطة دي. دي النقطة دي. ودي نهاية المومنت اهي. والنقطة دي أنا طالب عندك في الامتحان، جيت قلت لك احسب لي عندها سلوب. فسيادتك لازم تقسم المومنت عندها، يعني تقف تقسم الديستريبيوتيف اللي عندها لحتتين وتحسب المومنت عندها وترسم اتنين برابل. بس الشكل ده جديد علينا هنشرحه بقى دلوقتي، احنا ازاي بنرسم المومنت؟ ناخد الأول اللودز العادية. طيب انا دلوقتي عندي ده مثلث مساحته بحسب المساحه بتاعت المومنت، نص القاعده في الارتفاع نص 30 في 3. انت دلوقتي بتعمل ايه يا دكتور؟ انا بحول المومنت للود. اللود هو عباره عن مساحه المومنت من الاخر. اللود هو عباره عن مساحه المومنت. يبقى انا عندي مومنت مثلث عباره عن نص 30 في 3. طيب اللود دوت اللي هشيل المومنت واحط مكانه يتحط فين؟ يتحط في سي جي الاريا. انت هنا بتتعامل مع اريا عباره عن مثلث، يبقى السنتر بتاعها في التلت من ناحيه القاعده في التلت هنا. يبقى انا جيت حطيت الحمل هنا اهو على بعد متر و2 متر اللي هي تلت التلاته، تلت التلاته من ناحيه القاعده وتلتين التلاته من الناحيه الثانيه. تحسب الاريا وتقسمها على الانرشيا، يعني لو الانرشيا بواحد يبقى اقسمها على واحد، يبقى نص 30 في 3 ب 45 على واحد بيبقى ب 45. وهنا دي الميزه اللي عالجت التغير في الانرشيا، ان كل مساحه تقسمها على الانرشيا بتاعتها اهي. طيب نيجي نشوف المنحرف. انا ما بعرفش احسب، انا اعرف سوري اعرف احسب مساحه شيب المنحرف بس مش عارف السنتر بتاعه فين. مفيش مشاكل، قسمه لشكلين تعرف تجيب مساحه السنتر بتاعه. يعني انا قسمته لمثلثين، هاخد المثلث ده اللي هو نص 30 في 3 اللي هي ال 45 اللي احنا حاسبينها، بس دي 2 اي تتقسم على 2 تبقى 22 ونص. بعد كده المثلث الثاني ال 60 كلها
نص 60 في 3 تبقى 60 في 3 ب 180 في نص ب 90، بس دي 2 اي تبقى قسمها على 2 تبقى ب 45. يبقى انا كده حولت المومنت لاحمال. طب جميل جدا، انت كنت عايز ايه؟ ايوه، هو ينفع اقسم بدل مثلثين مستطيل ومثلث كله شغال مش بشكل، يبقى واحده في النص واحده في التلت. انما دي المثلث ده اتحطت في التلت من اليمين، والمثلث ده اتحطت في التلت من الشمال، يعني ال 3 متر دي خدت تلتها من اليمين حطيت فيها مساحه المثلث اللي هو كان ب 30، وال 3 خدت في تلتها الشمال مساحه المثلث اللي هو كان ب 60. انت هتاخديها مستطيل ومثلث، يبقى هتحطي واحده في النص ال 3 وواحده في تلت ال 3 اللي هي على الشمال، وهيطلع نفس الناتج في الاخر. طيب انت حضرتك عايز تحسب ديفليكشن عند النقطه دي، يبقى كانك بتحسب المومنت عند النقطه دي في الكاميرا دي، فبسهوله جدا انا ممكن احسب من الناحيه دي المومنت. طيب في كام حاجه كده احنا لسه ما قلناهاش، هو مين قال ان الحمل لفوق؟ ليه الحمل مش لتحت؟ ليه حطيت الحمل لفوق؟ احنا قلنا في السنتر، بس لفوق ولا لتحت؟ لو المومنت مرسوم فوق الكاميرا يبقى الحمل فوق، لو المومنت كان تحت الكاميرا يبقى الحمل يتحط سهمه لتحت. طب خلاص احنا كده عرفنا ازاي احسب المساحه، المساحه دي هحولها لفورس تتحط في سنتر المساحه، الفورس دي لفوق لو المساحه فوق الكاميرا، الفورس دي لتحت لو المساحه تحت الكاميرا. طيب انا عايز احسب الديفليكشن عند النقطه دي، يبقى كاني بحسب للاحمال دي، دي اسمها الاستيك لود. الاستيك لود يعني مش لود حقيقي، ده لود جاي من مساحه المومنت، اضرب كل فورس في مسافتها. طب موجبه ولا سالبه بقى عشان اعرف الديفليكشن بتاعي موجب ولا سالب؟ لو الفورس بتعمل عزم ديله تحت الكاميرا تبقى موجبه، لو بتعمل عزم ديله تحت الكاميرا ديله فوق الكاميرا تبقى سالب، ليه القواعد بتاعت الانترنال فورسز العاديه. فهضرب 45 في 2 و22 في نص في 1، ادي 22 في نص في 1 وادي 45 في 2. بس الرقم ده كله ما تنساش تقسمه على اي اي، ليه؟ انت لما جبت المساحه اللي هي ال 45 ديت او ال 22 ونص انت ما قسمتهاش على 2 اي اي، انت قسمتها على 2 بس، كانك خدت اي اي عامل مشترك بره وبقسم على الكوفيشنت بتاع الاي، يعني لو دي اي بواحد فانا قسمت على واحد، ما قسمتش على اي اي، انا قسمت على واحد، وهنا قسمت على اثنين. طب امال الاي اي فين؟ خدها بره عامل مشترك وانت بتحسب حسبتك، بحسب مومنت اخد واحد على اي اي بره واضربه في المومنت، طلع موجب يتحط زي ما هو، طلع سالب يتحط زي ما هو. طب عايز الاسلوب نفس الكلام، احط واحد على اي اي بره، الاسلوب عند النقطه دي يعني الشير. طيب انت دلوقتي عند النقطه دي هتقطع وتجمع منين؟ ما هو الشير عباره عن مجموع الفورسين دولت، لو هتاخد من الشمال لو هتاخد من اليمين يبقى هو الفورس اللي هي بي 1 مع رياكشن السبورت اللي هنا ده. لا انا دلوقتي هحسب الشير من الشمال. طب من الشمال خدنا في ستراكشر ميكانكس او في اول كورس ستراكشر ليكو ان الفورس من الشمال لو طلعت تبقى موجبه، لو نازله تبقى سالبه، يبقى ال 45 دي تبقى موجبه وال 22 ونص دي تبقى موجبه، يبقى السلوب موجب. اللي مش فاهم بقى دلوقتي يقول، لان اللي جاي كله افكار، انما احنا كده شرحنا البيزك كونسبت، اللي مش فاهم يقول. اي حد يا جماعه مش فاهم يسال. سكوتكم ده معناه ان كلكم فاهمين؟ تمام يا دكتور. طيب هو في حاجه اصلا انا ملاحظها، انتوا 16 واحد وانتوا عددكم 160، يعني خير ان شاء الله. تعالى ناخد المساله دي. اول حاجه دي الكاميرا بتاعتي، حددت لك النقط اللي انا عايز عندها A و B و C و D. ادي A وبي ودي بي ودي سي ودي دي. طب المساله اول حاجه تحسب الرياكشنز بتاعتك، ليه؟ لان انت هتحتاج ترسم البندنج مومنت دياجرام. نقف ناخد المومنت هنا ونقول 10 في 3 10 في 6 والديستريبيوتد لود ده اللي هو 2 في 6 في 3 ماينس الواي بي دي في 10 بلس 3 في 12 تجيب الواي بي، سمشن الواي تجيب الواي تاب. طيب نحسب المومنت، نحسب المومنت فين؟ النقط اللي خدناها زمان، اول واخر الكاميرا، عند السبورتس، عند الكونسنتريتد لود،
اول واخر الديستريبيوتد لود، كل اللي انت خدته في ستراكشر ميكانكس عند الانترميديت هنج بزيرو، لو عندك كونسنتريتد مومنت يبقى قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت، كل ده تحسب عنده، تزود عليه نقطتين. لو عندك تغير في الانيرشيا تقف تحسب عند التغير في الانيرشيا. لو انا مديك نقطه زياده تحسب عندها، يعني ايه؟ لو انا جيت في نص الديستريبيوتد لود دوت قلت لك انا طالب منك سلوب هنا او ديفليكشن هنا، فده معناه ان حضرتك الديستريبيوتد لود ده هتقسمه لاثنين، بيشتغل كله حته واحده، هتقسمه من نص زي السي كده صح؟ زي السي كده بالظبط كده. طيب حددت النقط اللي عندها هنا بزيرو، طب هنا نحسب مع بعض، نفتح الاله كده ونحسب مع بعض. المومنت لو اديله تحت يترسم تحت، لو اديله فوق يترسم فوق. تبقى 18.8 في 3 56، امال ايه ال 47 دي؟ لا ما انت لسه في ديستريبيوتد لود، ناقص الديستريبيوتد لود محصلته 2 في 3 دي الفورس في 1.5 بعدها عن نقطه سي. يعني هنا هيبقى في فورس كده، الفورس دي في نص 3 يبقى ب 1.5 اهي، 2 في 3 دي محصلة الفورس في 1.5 يبقى ب 47.4 وما بينهم مرسم بارابولا، قيمة البارابولا دبليو سكوير على 8. طيب نقف نحسب المومنت هنا، يا تحسبه من الشمال يا تحسبه من اليمين براحتك. تعال نحسبه من اليمين، هنقول 16.2 في 4 لان دي موجبة، ناقص الثلاثة البعيدة في 6 يطلع ب 46.8، يعني المومنت تحت ب 46.8 اهو. واوصل ده بده ببارابولا وبعدين اوصله بالمومنت اللي هنا اللي هو ب 3 في 2 ب 6. ده كده شكل المومنت اللي حضرتك خدته في الكليه. صح ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. طيب بس انت دلوقتي في الدرس بتاعنا هنحول ايه؟ هنحول بقى لل يعني هتحول الكاميرا الاول وبعد كده تحسب مساحته صح ولا لا؟ بالظبط. يبقى انت هدفك وانت بترسم بين المومنت دياجرام انك ترسم مساحه، مش انك انك تحسب مساحه. طيب انت اصلا اولا ما تعرفش تحسب مساحه الشكل ده، لانك هتحتاج المثلث ده لوحده عشان ده هيبقى فوق الكاميرا في فرص الفوق، وهتحتاج المثلث ده لوحده هيبقى مثلث تحت الكاميرا فيبقى اللود لتحت. فطبعا لو انت دخلت كده بالفطره بتاعتك هتضطر تعمل تشابه مثلثات عشان تجيب المسافه دي قد ايه، فيبقى معاك مساحه المثلث ده ويبقى معاك مساحه المثلث ده. طبعا دي هتبقى عمليه مرهقه جدا. زود بقى بلس، انت تعرف تحسب مساحه الشكل ده؟ محدش يعرف يحسبها، ده فيها بارابولا. فابتدينا بقى ايه نشرح. بص يا باشا، اول حاجه المثلث ده اللي هو اللي على الكانتليفر ده لذيذ، ده ما فيهوش مشكله، اركنه على جنب. نيجي بقى للحته دي، نمسك حته حته. لما تلاقي المومنت حته فوق وحته تحت، انت المومنت الحقيقي كده ده ب 6 وده مش عارف كان ب 46 حاجه زي كده. انت المومنت بتاعك الحقيقي ده، بس انا هدفي اوصل لمساحات. طيب لو انا بحسب المساحات، خد بالك انت لما بيبقى عندك مساحه فوق الكاميرا ومساحه تحت الكاميرا كانك بتطرحهم من بعض، ما انت المساحه اللي فوق الكاميرا هتتحول لفورس لفوق والمساحه اللي تحت الكاميرا هتتحول لفورس لتحت، فكانك بتطرح من بعض. طب تمام قوي، هو مش انا اقدر اقول ان المساحه دي هي عباره عن ان انا لو زودت الحته دي في المثلث اللي فوق وخدت المثلث كله حته كده حته واحده، والحته اللي انا زودتها دي هطرحها من تحت، فيبقى انا خدت المثلث ده كله برده حته واحده. هما الاثنين لو انت حسبتهم في البيت هيدوك نفس المساحه، بس انا كده سهلت على نفسي، ما بقتش محتاج ان انا احسب النقطه دي. ليه؟ انا خدت الطول كله مثلث فوق ومثلث تحت، ففي حته زودتها فوق اهي وفي حته بتاع زودتها تحت اهي. يبقى لو عندك مومنت قيمته فوق وقيمته تحت ما توصلش دي بدي، لا توصل السته بالزيرو، 46 بالزيرو، فيبقى انا زودت المثلث ده اللي انا واقف فيه ده بالنسبه زودت المثلث ده بالنسبه للاريا اللي تحت وزودت المثلث ده بالنسبه للاريا اللي فوق، فهم الاثنين قد بعض. فيبقى لما اجي اتعامل مع المثلث ده كله كفورس تتحط فوق الكاميرا، واتعامل مع المثلث ده كله كفورس تتحط تحت الكاميرا، زي الوضع ده ان المثلث ده اتحول لفورس اهي
والمثلث ده يتحول لفورس اهي. تمام كده يا جماعه ولا اقول تاني؟ انا لسه ما وصلتش للبارابولا. تمام كده لغايه دلوقتي ولا اقول تاني؟ تمام يا دكتور. طيب بتوع الرياضه جه قال لك ايه؟ قال لك انت لو عندك شكل كده فهو عباره عن مساحه شبه منحرف ومساحه بارابولا ولا لا؟ طيب شبه المنحرف معروف اهو. البارابولا دي انا ما يهمنيش شكلها، يعني ما يهمنيش هي مايله ولا وما يهمنيش الطول ده. امال تعرض دايما قال لك ان مساحه اي بارابولا هي عباره عن 2 على 3 ام في ال، حيث ام هو سقوط البارابولا اللي هو الدبليو اسكوير على 8، وال كله ركز معايا البعد العمودي على الام مش طول البارابولا. يعني ايه؟ يعني لما تبقى البارابولا مايله، انتوا دايما عارفين ان سقوط البارابولا راسي، يعني ام هنا راسيه، يبقى ال هو الطول المايل ولا الهوريزونتال بروجيكشن؟ الهوريزونتال بالظبط. فانا اقدر ارسم البارابولا بالشكل ده. انا ما يهمنيش شكله مايل ولا مش مايل، يهمني الابعاد اللي هحسب بيها المساحه اللي هي البعد الافقي بتاعه والسقوط بتاعه. تمام؟ فهتلاقيني هنا خدت ده شبه منحرف وخدت ده مثلث وقمت راسم البارابولا تحت كده. طيب نحل ديت وبعد كده نرجع بقى نشوف افكار الارياد. اولا المساله كان ده فري اهوت اتحول لفيكسد سبورت. طب ده كان سبورت وسطي يفضل زي ما هو، لا يتحول لانترميديت هنج. طيب دي نقطه عاديه مالناش دعوه بيها، دي نقطه عاديه. ده سبورت طرفي يفضل زي ما هو. ده لو كان فري كان يتحول لفيكسد. بعدين الاطوال دي 2 4 3 ماشي. جينا قمنا عاملين ايه؟ خدنا مساحه المثلث ده طبعا كلها انيرشيا واحده، نص 6 في 2 نص 6 في 2 بي 6 تتحط في ثلث الاثنين، الثلث من ناحيه راس المثلث من ناحيه دي. وبعدين عندي هنا مثلثين فقمت واخد ال 3 متر قمت مقسمه، ولا دي كام؟ دي 4 متر انت مقسمها تلت وتلتين. خدت المثلث اللي فوق ده اللي هو نص 6 في 4 6 في 4 24 في نص في 12 ده المثلث فوق، يبقى اللود يتحط لفوق سهم لفوق اهوت. طيب وبعد كده نص في 46.8 في 4 تعال نحسبها 46.8 دي في نص في 4 ب 93.6 بس ده مثلث تحت يبقى الحمل لتحت. بعدين هنا في 3 متر، والله ال 3 متر ديت هناخد من المتر اليمين ناخد مساحه المثلث ده اللي هي نص في 46. الاول قبل ما اخش، انتوا عارفين ان انا لو عندي شبه منحرف كده ده ب 10 وده ب 20 فيبقى الطول دوت 3 متر. ف المثلث ده يبقى نص في 10 في 3 والمثلث ده نص في 20 في 3. ناس كتيره بتتلخبط وتقول ايه يا باش يا دكتور انت دلوقتي في المثلث ده خدت نص القاعده في الارتفاع، ادي الارتفاع اللي هو ب 10 وادي القاعده اللي هي ب 3 بس المثلث ده. في ناس كده بتتلخبط، ال 3 متر مش طول الاضلاع، ده ضلع مايل. هم بتوع الرياضه حتى لو انت عندك مثلث مايل كده كان يقول لك مساحته هي هاف بيس في هايت، حيث ده البيز والهايت هو البعد العمودي. فانا دلوقتي خدت ان ده البيز اللي هو 20 والهايت هو البعد العمودي من النقطه دي للبيز اللي هو 3 متر. فما تشغلش بالك بقى ال 3 متر ده احد اضلاع المثلث ولا لا،
عشان في ناس كتير وهي بتحل بتتلخبط في الحته دي. دايما نص القاعده في ارتفاع اللي هو طول القمر، نص القاعده في الارتفاع اللي هو طول القمر، وده لتحت وده لتحت. زود بقى ما بينهم مساحه البارابولا اللي هي 2 على 3 في ام اللي هي دبليو الاسكوير على 8 اللي هي 2 وربع في ال اللي هي طول البارابولا، طول القمر يعني اللي عليها البارابولا ال 4 متر ونص، هتطلع ب 4 ونص. وقمت واخد ايه المثلثين التانيين. حضرتك بقت دي كاميرا جديده خالص عليها الستة وال 12 والاحمال ديت كلها، حضرتك تقوم حاسب الرياكشنز الجديده. ليه انت طالب مني اول حاجه مثلا هو طالبها الديفليكشن عند نقطه سي ودي واي، والسلوب عند نقطه اي وبي وسي. السلوب عند نقطه ايه يعني؟ هو الشير يعني هو رد الفعل. طب انا محتاج اجيب رد الفعل ده، فاقوم واقف هنا واخد سميشن المومنت عند الهنج ليفت ايكوال زيرو. طب انا هقول لكم بقانون بس القاعده، ال 12 هتضرب في ربع في تلت الاربعه، وال 93 و6 هتضرب في تلتين الاربعه. طب ال 70 ديت دي كانت في تلت الثلاثه اللي هي 1 ومعاك 4 يبقى 5. طب ال 4 ونص دي كانت في نص الثلاثه اللي هي 1 ونص ومعاك 4 يبقى 5 ونص. اهي المسافات اهي مكتوبه اهي. طب ديت كانت في تلتين الثلاثه يبقى 2 متر وقبلها 4 يبقى 6. طب ديت كانت في تلت الثلاثه يبقى قبلها متر وقبلها 3 وقبلها 4 يبقى 8 متر. طب ديت كانت في نص الثلاثه يبقى قبلها متر ونص ولسه في 3 وفي 4 يبقى 8 متر ونص. تقف وتحسب الايه رد الفعل ده. لو انت بتتلخبط اعمل الحسبه دي كده، اعمل الشكل ده عشان تعرف بعد كل فرصه قد ايه. طيب مثلا الالفا عند ايه هو رد الفعل على اي اي اللي هو ده. طب ده ناخده موجب ولا سالب؟ انا هقف عند النقطه دي عايز احسب الشير. يتجمع كل الفورسز اللي الناحيه دي ديت، وتبقى انت كده جمعت من اليمين، يا تاخد الرياكشن ده كده وتبقى جمعت من الشمال. وطالما بتجمع من الشمال الشير فورس، يبقى الفورس لو طلعت تبقى موجبه، لو نازله تبقى سالب. طيب عايزين الديفليكشن عند نقطه سي. طب فين نقطه سي؟ فين نقطه سي؟ نقطه سي دي سوري دي نقطه سي هي واقعه هنا على بعد 3 متر. يبقى هقول 1 على اي اي واحسب المومنت ال 164.3 في 3 بالموجب، وال 4 ونص في 1 ونص بالسالب، وال 71 دي في 1 بالسالب. تعال نشوف كده اهي في 3 بالموجب، وال 4 ونص في 1 ونص بالسالب، وال 71 في 1 بالسالب، واللي يطلع يتقسم على اي اي. طب الاسلوب عند نقطه سي نفس الكلام، النقطه هنا عايزين نحسب عندها الاسلوب. هجمع من الشمال يبقى اللي طالع موجب واللي نازل سالب، يبقى 164 دي بالموجب واطرح منها ال 4 ونص واطرح منها ال 71. وهكذا بقى عند اي نقطه ثانيه. ده الالاستيك لاين اللي هو ايه؟ بوقع النقط وارسم ما بينها الالاستيك لاين. بوقع الديفليكشن، يعني انا حاسب الديفليكشن عند نقطه سي اهو ب 415. دي نقطه سي. طيب نقطه دي طلع ب 462. يبقى النقطة دي أكبر من النقطة دي. طيب نقطة A أو نقطة E سوري E، تعال كده نشوف إيه. نقطة E دي اللي هي النقطة دي اللي هي اتحولت لفيكسد سبورت. هقف هنا أخد المومنت الناحية دي، هجيب المومنت ده. ما هو المومنت ده هو الديفليكشن، بس ده ديله فوق يبقى بالسالب، فهتلاقي هنا الديفليكشن بالسالب. بالسالب يعني فوق القمر. طب نقول تاني، ناخد مساله كمان ناكد بيها. حلوه اهي، فيها فاريبل انرشيا وفيها كل حاجه. طيب اول حاجه وقع النقط اللي هو عايزها A وB وC وD. A وB C في نص الديستريبيوتد لود وفي نفس الوقت عندها تغير انرشيا. جميل، وادي الدي حلوه. اول حاجه احسب الرياكشن، اقف عند الانترميديت هنج دي باخد مومنت نتيجه اليمين. جبت الرياكشن ده 21. طيب سميشن الواي، جبت الواي ديت، وممكن اقف عند الانترميديت هنج دي الناحيه دي واخد الايه المومنت. ممكن يعني مش شرط، ممكن اجي في الامتحان اديك الرياكشنز جيفن، عشان لو انت حسبتها غلط بقيت المساله كلها غلط.
ممكن ممكن او ممكن لا، فما تعملش حسابك على الحته دي. طيب نحسب المومنت، والله هنا ب 44، طب عند النقطه دي ب 44 ناقص 11 في 3، 11 في 3 دي ب 33، من 44 تبقى 11. خد بالك هنا في كونسنتريتد مومنت قبليها ب 11 دلها فوق. عايز اسال سؤال للناس، بعديها الثمانيه تطرح منها ولا تتجمع عليها؟ تتجمع عليها. ليه؟ عشان في نفس اتجاهها. لا انت باصص في ظهر المومنت، انت واقف مكان ما الماوس كده معلم وباصص ناحيه الشمال، انت كده باصص في ظهر المومنت، لازم تلف الثمانيه عشان تبص في بطنها. اه تمام، ده اللي هو ماشي. ايوه تمام صح. ادي هنا 11 ده 44، هنا بالظبط في مومنت كده ب 8. طب قبليه مجموع العزوم ب 11 صح؟ صح، لازم اخلي الاثنين نفس بطنهم في نفس. بعديه انا واقف هنا وببص الناحيه دي، يبقى الثمانيه دي لازم اكملها لغايه ما ببصص في بطنها، فبقت 8 لتحت و11 لفوق، يبقى 3 لفوق، والثلاثه دي هي اللي بتوصل بالزيرو لو عند الانترميديت رينج. نيجي هنا بقى نقف نحسب عند النقطه دي، هيخش معايا ال21 في 3 وال10 في 6 وشويه الديستريبيوتد لود دول. بس اللي هو 2 في 3 ب 6. والقيمه ديت تتوصل بالزيرو وتتوصل بقيمه المومنت اللي هنا اللي هي 10 في 3 ب 30. طبعا ده الشكل اللي حضرتك اتعودت عليه في الكليه. نيجي احنا بقى نعدله، 44 فوق و11 فوق نوصلها ونقسمها شبه منحرف. 3 بزيرو. ال 6 تتوصل بالانترميديت رينج بزيرو ونرسم البارابولا. سؤال بقى يا جماعه، البارابولا هنا لما اجي ارسمها يعني ده الشكل ده عباره عن مثلث بس انا نزلت منه بارابولا. البارابولا دي لما اجي ارسمها ارسمها تحت الكاميرا ولا فوق الكاميرا؟ تحت. ليه؟ عشان نبص يعني الكيرف بتاعها لتحت. ماشي بس يعني هو ماشي ماشي. تعالى مش ببص لتحت. ندرسها بالرياضه، تعالى ندرسها بالرياضه. هو انا المومنت عندي عامل كده صح ولا لا؟ هو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلث مطروح منه ايه؟ برد. طيب ادي الكاميرا، المثلث فوق، هو انا عشان اطرح منه برابولا ارسمها فوق ولا ارسمها تحت؟ تحت. الاريا دي فوق، فعشان تطرح منها يبقى انت بترسم اريا تحت الكاميرا، عشان ده يتحول لفورس الفوق وده يتحول لفورس الايه؟ على فكرة محصلة البرابولا بتتحط في نصه، في السنتر بتاعه في نصه. طيب قاعده خدوها، دايما البارابولا هيترسم تحت الكاميرا، ما هو لو فوق هيبقى مطروح من المثلث فهيترسم تحت، ولو في البيندنج مومنت ثم تحت يبقى هيجمع على الاريا فبرضه هيترسم تحت. قاعده عشان ما تتلخبطش، دايما البارابولا تحت الكاميرا، دايما البارابولا بترسم فين؟ تحت الكاميرا. طب هنا ده شبه منحرف من 30 ل 6 وبعدين مطروح منه، فانا ارسم الاول شبه المنحرف واقسمه لمثلثين وبعد كده ارسم الايه؟ البارابولا. طيب بعد كده هو الاثنين ورا بعض يا دكتور اللي هي دبليو ال سكوير على 8 صح؟ اه تعالى نحسبها لو مش عارفين. ماشي لا لا تمام. 2 في 3 في 3 على 8 بس، طول البارابولا طول الديستريبيوتد لود 3. طيب طرف حر يتحول لفيكس، سبورت وسطي يتحول لانترميديت هينج، انترميديت هينج تتحول لسبورت وسطي، فيكسد يتحول لفري. تمام، هي كلها 3 متر. حلوه، طلع الاله ونحسب. المثلث ده
نص في 30 في 3 45، بس المثلث ده كان 3 اي او مقسم على 3 يطلع ب 15. طيب عندي هنا شبه منحرف يتحول، وطبعا الفرص ال 15 دي حطيتها لفوق لان المثلث فوق. شبه منحرف ده مثلثين، مثلث 30 ومثلث 6، يبقى نقول نص في 30 في 3 على 3 اي اي يبقى 15، وبعدين نص في 30 في 6 على 3. سوري نص في 6 في 3 سوري على 3، 6 في 3. البارابولا يبقى مثلث، يبقى سهم لتحت قيمته 2 على 3 في سقوط البارابولا 2 وربع في طول الديستريبيوتد لود 3 متر. 4.5 اقسمه على 3 اي اي، ما تنساش تقسم على 3 اي اي. نفس الكلام عملناه هنا عشان بقى ايه ننجز. مثلث ده برضه حولناه، شبه منحرف حولناه مع حساب، وانت بتحسب شبه منحرف انك تقسم على 2 اي لان دي ب 2 اي. بعد كده الكاميرا دي بقى خدها احسب لها الرياكشنز بتاعتها. اقف هنا عند الانترميديت رينج دي واحسب المومنت من الشمال. تعال نجرب نحسب دي. 33 في 3 9 و 2 11 زائد 8 وربع في 10 زائد 4 ونص في 3 6 و 2 يبقى 8. ماشي، ناقص 4 ونص ديت في 1.5 و3 يبقى 4.5 زائد 9 في 4 اللي لسامه لفوق بالموجب واللي لسامه تحت بالسالب، يعني ده الفرض اللي انا فرضته، زائد 3 في 2 3 دي ناقص 1.5 في 1.5 زائد 15 في 1. الكلام ده نيجاتيف الواي لان الواي دي تحت او فضل فوق براحتك تطلع من السالب تعكسها في المسافه 6، يبقى انا لو قسمت ده على 6 تطلع ب 6.8. بعد كده خد سمشن الواي، بعد كده خد المومنت الناحيه دي هات المومنت. طيب هو عايز ايه بقى؟ نقطه A وB وC وD، A وB وC الثلاث نقط اللي في النص دولت ودي، عايز عندهم الديفليكشن عند النقطه دي. يبقى هقول الديفليكشن ايكوال 33 دي لها تحت تبقى بالموجب في 2 و 8 وربع في 1 على اي اي. عند نقطه بي احسب الفورسز دي كلها، 33 في 5 8 وربع في 4 4.5 في 2 طب كان طالب الاسلوب عند نقطه A، يبقى اقف عند نقطه A واجمع الفورسز من الشمال او من اليمين. من الشمال يبقى الفورس اللي طالعه تبقى 33 لفوق بلس 8 وربع لفوق على اي اي. طيب ركز معايا كده في الشرح، لو انا عايز احسب الشير عند النقطه دي او عايز احسب الاسلوب عند النقطه دي بس من ناحيه اليمين، بص كده هندسه، اللي فوق بالسالب واللي تحت بالموجب، يبقى سالب 4.5 زائد 86 زائد 4.5 سالب 9 سالب 3 زائد 1.5 سالب 15 سالب 15 ثانية سالب 4 وربع تطلع ب 21 وربع برضو بالموجب. فلو حضرتك حسبتها من اليمين ومن الشمال تطلع نفس الناتج، مع مراعاة ان من الشمال الفرصة اللي طالعة بالموجب، مراعاة من اليمين الفرصة اللي نازلة هي بالموجب. انما وانت بتحسب الديفليكشن هو انت كانك بتحسب المومنت، وفي كلا الحالتين من اليمين او من الشمال المومنت تديله تحت بالموجب تديله فوق بالسالب. اهم حاجه بقى فضلنا لو حسب، لو عايز تشنج في الاسلوب عند نقطه اي عند نقطه بي، تشنج في الاسلوب عند نقطه بي. طب تشنج في الاسلوب، الاسلوب يعني الشير، يعني الشير عند نقطه بي قبلها ناقص الشير بعدها. طب ما هو ده ناقص ده هو رد الفعل على طول اللي هو 86 بالموجب بالسالب مش هتفرق، اكتبه بس كده وخلاص. وانت بترسم الالاستيك لاين حاول بس تكسره لي هنا عشان ابقى عارف ان في هنا فرق في السلوب.
هنا نفس الكلام بس حطينا لك تغير انيرشيا في بعد الديستريبيوتد لود، فحضرتك بس كل الفكره ان انت هتقف هنا وتقسم الديستريبيوتد لود 8 في 3 ب 24 و8 في 2 ب 16 وتحسب المومنت هنا وتحولهم الاثنين برابر. الفكره في المساله دي رخامتها في ايه؟ ان حضرتك تعال نبص كده، انا وقفت حسبت المومنت هنا ب 6 في 1 ب 6، تعال نحسب المومنت هنا 6 في 3 ماينس 31.3 في 2 بلس 8 في 2 في 1 تطلع 28.6. طيب وكذلك حسبنا هنا. الفكره كلها بقى لما تيجي تحولها للكاميرا الكونجكت الفري يبقى فيكسد، السبورت الوسطي انترميديت هينج والسبورت الوسطي انترميديت هينج والفري يبقى فيكسد. معلش سؤال يا جماعه، احسب ازاي الرياكشنز الكاميرا زي دي؟ يعني عايز احسب الرياكشن اللي عند الفيكسد ده والفيكسد ده. هقعد عند الانترميديت هينج. ايه؟ هقعد عند الانترميديت هينج ممكن؟ افصل الجزء ده كله كده على بعضه لوحده. فاخد المومنت هنا اجيب الرياكشن ده. سبمشن الواي اجيب الرياكشن ده واعكسهم هنا. وممكن تسيبهم بقى كده مفكوكين ما ترجعهمش تاني. انا طالب منك ديفليكشن او اسلوب في الجزء ده حل من هنا، طالب منك ديفليكشن او اسلوب في الجزء ده خلاص حل من هنا او من هنا. معايا كده يا جماعه؟ دي سهله بس يعني ايه مكتر لك نقط كتير، دي مش يعني مش كريتيكال قوي. دي مساله زي دي لو مساله زي دي هتحلها بالدبل انتجريشن هتفصل هنا بالكونجكت بيم هتتحل في ثواني، هتقف تجيب الرياكشنز بعد كده. هو طالب بص بقى خد بالك، هو طالب عند نقطه هنا ونقطه هنا، فوانا بحسب المومنت هقف احسب هنا واحسب هنا. يعني ايه؟ هقول المومنت في العادي كنت هتقول 13 ونص في 6 وتحسبه لي هنا، لا انت هتاخد الاول 13 ونص في 3 وبعد كده 13 ونص في 6 وبعد كده تقف تحسب عند النقطه دي 25 ونص في 3 ماينس شويه في الديستريبيوتد لود ماينس الديستريبيوتد لود اللي هو 4 3 في 1 ونص وترسم اثنين برابر. ليه؟ لان محتاج الالاستيك المومنت قبل النقطه وبعدها، شويه الاحمال اللي قبل النقطه وشويه الاحمال اللي بعدها. الكاميرا ديت بالصدفه طبعا لما تيجي تحول للكونجكت هتبقى هي هي، الهنجد هيبقى هنجد ومفيش حاجه في النص. كل اللودز اللي تحت فهتبقى احمال لتحت، المثلث ده تحول اهو، الشبر المنحرف ده تحول لفرسين، الشبر المنحرف ده تحول لفرسين ما بينهم فرس البارابولا، مع مراعاه طبعا ان الجزء ده هيتقسم على كوفيشنت الانيرشيا اللي هو باثنين. وبعد كده بقى ايه؟ عايز مثلا الديفليكشن هنا هقول 180 في 3 ماينس اللود دوت في 1. اي حاجة انت محتاجها بقى بعد كده بسأل. اخر حاجة هقولها لكم الفكرة بتاعت المسألة دي. بيقول لك find the value of the load R so that الديفليكشن هنا يبقى بزيرو. اختي المساله دي خدناها الليكتشر اللي فاتت بس بالدبل انتجريشن، وساعتها جبنا الرياكشنز بدلاله الار وعملنا معادله الدبل انتجريشن بدلاله الار وجبنا السي 1 والسي 2 وبعد كده خدنا معادله الواي سويناها بالزيرو وجبنا الار بكام. طيب هنا عشان حضرتك هترسم مومنت وهتعيش ليله كبيره، فلو دخلت الار معاك في الدنيا هتتعب جامد. فهنا قلنا ايه؟ قلنا بقى بسيطة، احنا هنفك الكاميرا. هو بيقول لك هات لي الار اللي تخلي الديفليكشن عند النقطة دي بزيرو.
يعني حضرتك المفروض ترسم البندنج مومنت دياجرام وتحول الكاميرا للكاميرا الكونجكت وتوقع البندنج مومنت دياجرام كاحمال وتحسب في الكاميرا الكونجكت المومنت عند نقطه سي وتساوي بزيرو وتجيب النقط. طيب الموضوع هيبقى صعب انك ترسم بندنج مومنت دياجرام وتحوله لاريات بدلاله الار. طيب احنا هناخد الاحمال كلها الاول واحسب لها لوحدها واخد الكاميرا فاضيه عليها الار واحسب لها لوحدها. مش المفروض ان الكاميرا دي هي مجموعة الكاميرتين دول؟ صح ولا غلط؟ عندك كذا حاجة بتأثر على المسألة. انا خدت الاحمال لوحدها والار دي لوحدها، فانا هحسب الديفليكشن عند نقطة سي من هنا واحسب الديفليكشن عند نقطة سي من هنا واجمعهم على بعض بيساوي زيرو. طب ايه السهولة في هنا؟ السهولة ان الار بقت لوحدها، تعرف تصفرت بيها لوحدها، انما لما تخش مع الاحمال هتبوظ لك المعادلات. الفكره كمان في ايه؟ ان انا لما تبقى الار لوحدها على الكاميرا، لما تبقى الار لوحدها على الكاميرا وعايز احسب الديفليكشن عند نقطه سي، ما هو الرياكشن ده هيطلع بدلاله الار والمومنت برضه هيطلع بدلاله الار. هقول لك لا، شيل الار وحط مكانها 1 طن وهدي الديفليكشن عند نقطه سي من الكاميرا ديت. طب وبعدين؟ يبقى لو الكاميرا عليها ار يبقى الديفليكشن ايكوال الديفليكشن اللي طالع من الكاميرا اللي عليها 1 طن مضروب في الار. مش فاهمين حاجه. تخيل الار دي في الاخر كانت ب 17. طيب انا هنا حسبت الديفليكشن نتيجه يونت لود، نتيجه حمل بواحد. يبقى انا لما اقول الديفليكشن اللي طالع عند نقطه سي هو عباره عن الديفليكشن اللي طالع نتيجه ال 1 طن مضروب في الار. ايا كانت بقى هي الار. اجمعه على الديفليكشن اللي جاي من الاحمال واساويه بزيرو. بص هنا انا خدت الاحمال لوحدها رسمت لها المومنت 6 في 3 ب 18 وبعد كده 6 في 6 ماينس الواي في 3 وهكذا، وبعدين حولتها للكاميرا الكونجكت ده كله وانا مش مدخل معايا الفورس اللي هنا، وبعدين بعد ما دخلت الكاميرا الكونجكت انا يهمني بس ان انا احسب الديفليكشن عند نقطه سي اهو. الباقي الحاجات دي كانت مطالب تانية، يعني انا كنت طالب منه هنا يعني هات الار اللي تساوي اللي تخلي الديفليكشن عند نقطه سي بزيرو، وبعد كده بقى بعد ما تجيب الار يبقى احسب لي كل الحسابات دي. فهو هنا حسب الديفليكشن عند نقطه سي وحسب الباقي. طب هو الباقي ده صح؟ لا، انت لسه هتجمع عليه اللي جاي من الار. طيب وده مش ديفليكشن عند سي بالظبط، ده جزء من الديفليكشن، ده الديفليكشن اللي ناتج من الاحمال دي. طب وبعدين اللي هو ب 4 4 6 8 7 ب 4 4 6 7 وبعدين حطيت 1 طن. ركز معايا، ال 1 طن ده جاب هنا نص وهنا نص، قسمت المومنت وبعدين حولت المومنت للاحمال وبعدين جيت وقفت عند نقطه سي حسبت المومنت من الناحيه دي طلع بسالب 123، اقوم ضربه في ار بقى. ليه؟ السالب 123 دي جايه لما اللوك كان بواحد. طب لو شلت واحد وحطيت مكانه ار يبقى السالب 123 تبقى سالب 123 في ار. وتلاقي كل النتائج طالع فيها ار. يعني الديفليكشن عند نقطه سي السلوب سوري عند نقطه سي هنا هو عباره عن 2 وربع سوري عباره عن 20 وربع لان دي موجبه ناقص 2 وربع ناقص 17 75 يطلع بربع او مضربه في ار. طب وبعدين اخد الرقم ده اللي هو الديفليكشن عند نقطه سي نتيجه الار مع الديفليكشن عند نقطه سي نتيجه الاحمال واقوم جامعهم واقوم مساويهم بزيرو يطلع الار برقم. بعد كده بقى اي قيمه ثانيه هتاخد اللي من هنا اللي هي 39 ديت مع ربع الار بس اتعوض عن الار في الرقم اللي انت جبته من هنا. انا ممكن اجيب دي في الامتحان ممكن، بس مش هجيبها لك يعني ايه بكميه اللودز دي، بس تبقى فاهم ان انا لما اجيب لك مساله فيها احمال وفيها مجهول انت مش عارف وعايزك تحسب لي المجهول دوت اللي يحقق لي قيمه ديفليكشن او قيمه اسلوب هنا، اسهل حاجه عليك انك تفصل الاحمال لوحدها وتفصل اللود ده لوحده. فلما تفصل اللود ده لوحده يديك قابليه انك تشيل اللود وتحط مكانه يونت فورس
واي حاجه تطلع من الكاميرا دي بتضربها في ار. الناس كده فاهمه ولا ايه؟ ده بقى كان شرح الحاجات اللي انا قلت لكم هنشرحها في المسائل الاسهل، ان لو المومنت فوق يبقى الفورس لفوق، لو المومنت لتحت يبقى الفورس لتحت، الاشارات لو المومنت ديله تحت يبقى موجب، يبقى الديفليكشن بالموجب، لو المومنت ديله فوق يبقى بالسالب، يبقى الديفليكشن بالسالب، السلوب انجل الشير من الشمال وطالع موجب، من اليمين ونازل موجب، من الشمال ونازل سالب، ومن اليمين وطالع سالب. دي مساحات الاشكال، لو مثلث يتاثر في التلت وقيمته بكام، لو مستطيل عادي يعني الشكل المومنت كان جاي مستطيل، لو بارابولا، لو شبه منحرف، لو قيمه فوق وقيمه تحت تحولها للشكل ده، لو قيمه فوق وقيمه تحت وبارابولا تتحول لمومنت فوق ومومنت تحت وتحولهم لشبه منحرف، والبارابولا دايما تحت. طب لو شبه منحرف كله تحت، يبقى شبه منحرف تحت وبرابولا تحت، البرابولا دايما تحت. ودي النقط اللي بنحسب عندها العزوم، دي رجعنا لها الصفحه دي تاني. إيه حد كده مش فاهم حاجه يا جماعه؟ انتوا الفايلات البي دي اف دي بتعرفوا تنزلوها من على السايت ولا ايه الكلام؟ لا انا عاملها داونلود بس على التيمز برضه. ما انا رافعها على تيمز، وانتوا بتعرفوا تشتغلوا عليها يعني؟ اه بالظبط. ايوه بتظهر لنا. الحصه بتاعت النهارده ايه بتعملها بقى؟ ماشي يا جماعه، احنا كده ان شاء الله. انتوا امتحنتوا الكويز ولا لسه؟ اه امتحنا امبارح يا دكتور. طيب ان شاء الله فاضل لنا درس واحد مع بعض، لان انا هخش معاكم لغايه الميد ترم، وبعد كده هيخش بعديه بعد الميد ترم دكتور محمد جمال هيكمل معاكم الجزء اللي فاضل. احنا كده خلصنا طريقتين لحساب الديفورميشن. طبعا من الواضح جدا بقى دلوقتي ان انت بالنسبه لك لو انا جبت لك في الامتحان مساله وسبتك انت تختار الطريقه، لو المساله ديت فيها فاريبل انيرشيا فيها انترميديت هينج، يبقى اسهل لك تحلها باني طريقه بالظبط كده. طب فيها احمال كتير يبقى سهل لك تحلها باني طريقه؟ دبل انتجريشن. صح الدبل انتجريشن. ليه بقى؟ لان الاحمال الكتير في الكونجكت بتؤدي الى اريات كتير، بتؤدي الى نسبه خطا كبيره. انما في الكونجكت في الدبل انتجريشن هي عباره عن اقواس قدامك، فدي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها. الدبل انتجريشن اللي احنا خدناها النهارده مميزاتها مهمه جدا في حته ان انت يبقى عندك فاريبل انيرشا، في حته ان انت يبقى عندك انترميديت هينج، تقدر تحل المساله كلها مره واحده. الدبل انتجريشن بتبقى مفيده لو عندك احمال كتير. لو انا سبتك تختار الحريه ليك انت. لو انا جيت في الامتحان قلت لك يوزنج كونجكت بيم يوزنج دبل انتجريشن، يبقى هتلتزم بالطريقه اللي انا كاتبها لك في الامتحان. ماشي كده؟ تمام يا دكتور. تمام. الدروس اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي او الدرسين اللي احنا خدناهم لغايه دلوقتي ابليكابل او بيتطبقوا على كاميرات بس. يا ريت على المحاضره الجايه تكونوا ذاكرتوا حته حساب الاريات، لان الدرس اللي جاي كله اريات. ماشي كده؟ تمام يا دكتور. ماشي يا جماعه. أشوفكم بقى أنا على خير، وأشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الميعاد. السلام عليكم. عليكم السلام.